فاتجهت لإنشارة اسطبلات الخيل. ما شاء الله عندنا اسطبلات خيل ومسابقات خيل كثيرة، إن كان في المملكة أو في حتى في دول الخليج. الاهتمام بالخيل كمسابقات، والخيل الأصيل كجمال، الخيل العربي الأصيل. فدخلت في مجال تصنيع إنشارة اسطبلات الخيل، وأنا عندي دائما طموح أني أوصل لشيء عالمي. ليش نستورد؟ يعني أنا هذا دائما ديدني، ليش نستورد؟ فبدأت أفكر. طبعا للأسف دخلت في منافسة خلنا نسميها غير شريفة نوعا ما. أنا أدور طبعا أبحث عن هامش ربح مجدي من أجل الاستمرار والتطوير. تجد أنه المنافسين لك لا ما يفكر في مسألة التطوير، دائما يبي البيع الفوري، بس الفوري، الربح المتدني هذا اللي ما في من وراه يعني نمو أو أهداف مستقبلية جيدة. فبدأت أفكر، صنعت مكبس يسوي بالات لاسطبلات الخيل، لأنه عندنا هنا نستورد جزء من اسطبلات الخيل، تستورد البالات هذه أو النشارة هذه من أوروبا أو من أمريكا، من خارج البلد. أوكي، ولذلك سويت وصلت للمرحلة هذه، وصلت للمكبس. مع ذلك كانت يعني بدون جدوى في الأول وفي الأخير. القناعة، قناعة المستهلكين عندنا في المنتج غير السعودي عالية كانت شوي أكثر من. فأيضا تخلصت من البزنس هذا.